بيكون مختلف طبعا. اكيد المراسل كلامه ما حيكون نفسي عمودك يعني، او نفس بالضبط. الراحه يعني، ايوه حيديكم خبر كذا وممكن نقول شويه ونطلع ونجيكم ثاني، صح؟ على اساس هو يوري ما حدث مستجدات، لكن بتخطي العمود كله او تخطي كتابتك كامله كمحرره، صح؟ بالضبط. يلا هو الخبر بيختلف عن المقال، بيختلف عن التحقيق عن يعني الخبر ده عندنا بيجاوب لك على 5 تساؤلات، اللي هو متى وأين وكيف وماذا ولماذا. دي 5 تساؤلات انت بتجاوبي بها من خلال الخبر، يعني الحادث ده وقع وين، متى، في أي مكان، عدد الناس، السبب اللي كان سبب الحادث ودي. يمكن في المراسل التلفزيوني لأنه الصورة بتحكي الحاجات دي كلها، هو ما محتاج يحكي بتفاصيلها، يعني ممكن ياخد مثلا لقاءات مع مجموعة من الناس الواقفين اللي حصل شنو بتاعنا، لكن أنا كصحفية عايزة أوصل الصورة دي كاملة. أيوة، في المنطقة الفلانية، في الوقت الفلاني، في الزمن الفلاني، يعني أنت كمان عندك التفصيل. الرجل في العقد الخامس من عمره، يرتدي كذا 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 وكذا، يعني أيوة تحمل التفصيل. أيوة، وعربية حمراء وأخرى سوداء وكذا، يعني نعم. بتحكي التفاصيل أنت كتابية، لكن هو طبعا الصورة بتغني له عن الحاجة دي كلها. صحيح. دي حاجة. الحاجة الثانية طبعا الصورة والمراسل التلفزيوني الخبر بتاعه بيكون أسرع من الصحفي، بالذات لو بتتبع لجريدة، لأنه بتنتظر الطبعة لتاني يوم الصباح. أيوة ممكن فهو ده ممكن يبثه في نفس اليوم. يعني هو كمان